إن أحد الأسباب التي حفزتني للقدوم إلى الحسيمة وأجدير هي أنني أردت التعرف على القرية أو المدينة في الريف التي قرأت عنها أثناء طفولتي عن المناضل الكبير عبد الكريم الخطابي المناضل، وأنا قرأت في المدارس الفلسطينية عندما كنت طالبا صغيرا عن المناضلين الكبار في الوطن العربي مثل عبد الكريم الخطابي، فكان لي شرف أن أحضر إلى مدينة أجدير التي هو من مواليدها، وأنا سررت جدا بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين بلدية الدوحة الفلسطينية التي أمثلها أنا في هذه الزيارة وبلدية أجدير. ودائما الإخوة المغاربة المناضلون في قلوبنا، عبد الكريم الخطابي هو مناضل كبير، درسنا عنه أنه دفن ونفي في مصر العروبة، أنا لا أذكر التفاصيل كاملة، لكن هو من الشخصيات المناضلة المعروفة في الوطن العربي الذي يعرفه القاصي والداني، خاصة أبناء جيلي من الشعب الفلسطيني.